اهلا يا رضوى، ازيك؟ اهلا بيكي. تمام الحمد لله. فسختي ليه يا رضوى؟ بصي، هو انا اصلا ما اتخطبتش، هو كان يعني عريس متقدم لي صالونات، واول ما شفته طول بقى بعرض وشيك جدا وشكله جنتل، وحسيت بقى ان ايه ده، الله صالوناته حلو. فدي كانت حاجه بالنسبه لي بقى، يعني انا اوبشن هايل. استغربت. بالظبط. وبعدين ومهندس بقى من عيلة كويسة، فكان كل المواصفات جميل. بقى، مستغربة ازاي كل المواصفات دي في شخص واحد وصالونات كمان. فكنا قاعدين في كافيه، قعدنا وكده، وتشربي ايه، وطلبنا بقى حاجة. جه بقى لما اخر خلاص هنقوم، فجه الويتر فقام قال لي كده بقى حسابك كذا. فانا بقى يعني اتصدمت طبعا. قال لك كده حسابك كذا، ادفعي انت يعني. يعني حتى كان في بقى اللي هو السيرفيس والتاكسيز وكده قسمها علينا احنا الاثنين. في اول لقاء بينكو اول لقاء بينا ده ما قدمش اي سبت ولا حد ولا اي بالظبط. حاجه، فانت طبعا من الموقف ده عرفتي على طول انه ما ينفعش. انا اتصدمت طبعا، بس يعني اهلي قالوا لي طيب ممكن جربي، مش من اول موقف تحكمي ونشوف وكده. فبعد كده قال لي انا مرتاح وعايزه اجي البيت واشوف بقى يعني اسرتك وكده. جالنا البيت، داخل جايب معاه جاتوه من مكان كده انا مش معروف خالص، وجايب يعني البيسز على قد افراد اسرتي بالظبط، وهو ومامته، يعني احنا مثلا سته، جايب 6 بيسز بالظبط. جبت 6 قطع جاتوه. على قد افرادنا بالظبط، يعني هو عدنا وعد نفسه ومامته، وجايب بقى الجاتوه على هي قدنا اسمها ايه؟ بالظبط. رضوى. رضوى، انت كنت عارفه هو يعني، انت كنت عارفه انه بخيل يا رضوى؟ يعني انت عارفه ان ظروفه ما هي مثلا عرفت او اهي، ماديا هو كويس بس هو بخيل؟ ما هو انا ما كنتش اعرف، عشان هو جاي من طرف يعني هو قريب واحده صاحبتي. لا، وشكله حلو وعيله كويسه وكده، بس ومهندس وجنتل كده، ولبسه حلو وشكله حلو، يعني ما يبانش عليه خالص. جاب 6 قطع جاتوه وهو داخل. لا وكمان طلب بقى، يعني بيقول لنا مش هتقدموا لنا بقى من الجاتوه اللي احنا جايبينه قال كده؟ بالظبط. قالها كده عادي؟ عاملها بقى بهزار يعني. انا جاي، انا ليه حتتين في الجاتوه اللي انا جايبه. ف طيب ماما وبابا قالوا لك كملي او حاجه بعد لا الموقف طبعا ده؟ بقى خلاص بقى كده، يعني كده خلاص. برافو قلت له عليكي بقى سوري معلش انا مش مرتاحة يعني، وخلاص الحمد لله لحقت نفسي قبل ما يحصل اي حاجة. شكرا ليكي يا رضوى. ومن المواقف الكوميدية يعني، ده طبعا يعني ده مش معقول.